كثير من الجنسيات من شعوب متعدده ومن بينهم مسيحيين بيختاروا الامارات لانه بلد فيه في كثير فرص حلوه، بلد فيه امان، فيه ظروف عيش جيده، بلد تسامح، وكل حدا بيلاقي حاله، والجميع محترمين بحقوقهم بانسانيتهم وبتطلعاتهم. لسبب الامارات هي وجهه، تقريبا وجهه لكل الشعوب. دولة الإمارات تتعامل مع الكل على وجه سواء، وهذا شيء رائع جدا. ما بنشوف أي تفرقة بين انتماء أو جنسية أو دين أو أي شيء، وهذا الأمر الرائع. تاني شيء الرقي والسهر الدائم علينا، التعاون لما بيكون في عنا مناسبات كبيرة بنحس في غيرة من قبل السلطات على إنجاح مناسباتنا أكثر من غيرتنا. نحن قادمين على أو بفترة أعياد مباركة يشكروا كل المسؤولين على سهرهم الدائم على سلامتنا وعلى حسن سير الأمور. ربنا يبارك الإمارات وحكيمها، البلد الخير الطيب يلي حكيمه عرفوا يوصلوا لكل المسؤولين ولكل القيمين وكل الأجهزة الحرص الدائم على سلامة وسعادة وراحة الجميع. أنا بدي أتوجه لحكام الإمارات وشعب الإمارات وكل المقيمين بهالدولة الحبيبة بالمعايدة القلبية، وبدي أعيد كمان كل شعب الإمارات والمقيمين بيوبيل 50 سنة للاتحاد وبإكسبو 2020، وإن شاء الله الأيام الخيرة هي تعم كل المستقبل، وربنا يبارككم جميعاً.